نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل عدم قبول كلمة المرور في سناب شات. نقوم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق سناب شات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق سناب شات. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سناب شات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.